طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بقالة مشروع. طبعا المشروع هذا بيقول لي كلفت عليه 8 لك. طبعا المشروع هذا إيجار المحل 8000 إيجارة وكلفته 8 لك. فبيقول لي دخلها يوميا على حسب، يعني يوم يدخل 6، يوم 8، يوم 10، يوم 12. فيقول لك كل 10000 فيها 1000 روبية مكسب. شايفينه؟ شكرا. شايفين مساحة الدكان؟ هذه مساحة الدكان، بقالة